أهلا بكم. في اللغة الألمانية في شيء خصوصي بالأحرف ساكن. الأحرف ساكن بالأغلبية بنلفظون قوي أو رخي، وبالنهاية الكلمة بيكونون كل مرة خفيف. اسمعوا على هالأمثال: بوش، شوب، داين، نايت، زال، لاس. هل تغير بين اللفظ المؤكد بالبداية الكلمة أو بداية المقطع واللفظ الخفيف في نهاية الكلمة؟ في بس في هالأحرف ساكن ب، د، ج، ف و اس. هيك كلمات ينلفظوا مثل بعض بس عندن غير معنى. شوفوا مثل بالأمثال: بونت، رات، همت. أحسن شيء نتعلمه في غير أمثال كمان: verb، berg، brav، sand، deep، gas. وهلا انا قلت تعرفون الخاصيه في هالكلمات الاسم auslaut verhärtung بالالماني. باي باي، والى مره الجايه.